بيومنا الواحد منقوم بالعديد من السلوكيات يلي بتشكل هوية شخصيتنا، بمعنى آخر نحن عبارة عن مجموعة من الطباع يلي منها مكتسب ويلي منها متوارث. وكل واحد فينا ممكن يكون بيعرف شو هي الأخطاء يلي موجودة بطباعه، وبالتالي بيطمح وبيشتغل على أنه ينجح بتغيير هالطبع يلي موجود عنده. شو في عندك طبع أو سلوك فيكي أنت بشكل شخصي تتمني أنك تبدلي أو تغيري؟ والله أنا يعني أنا كل شغلة بحب بشتهيها بحب جيبها. ما في، أنا بحب طبعي كله عادي يعني. صوت العالي، تأخير بالمواعيد، لما أشوف واحد بعطيه بتقول لي يا أخي أنت تعطي واحد اثنين ثلاثة وبعدين ما عم يتغير هذا الطبع. طبعي أنا العصبية الزايدة مثلا، برمجة، برمجي حالك لحالك فبتتغير الأطباع اللي أنت مضايقتك يعني. أنا من ناحيتي ما بحسن بغير، يعني بضل يعني ما زياده بعيط، ما بخالط اخواتي هيك. بيقولوا لي موعدنا ولا موعدك انت؟ قلت لهم لا موعدي. لانه دائما متاخر. هو بتعرفي انت الافكار بتصير افعال، يعني دائما نفكر بالشيء الايجابي، نحاول نركز نهدي امورنا يعني نهدي حالنا شوي وكذا، ممكن بعدين الافكار وتصرف الافكار تصير افعال. يعني مو بايدي يعني غصب عني وبتاخر، بعده مثلا بالمكان الفلاني، ليش هلا ما اجي كذا، تصف معي شغلات تطلع فجاه. لهيك حنكون احنا وياكم لليوم بمجموعه من النصائح لحتى نقدر نغير الطباع السلبيه يلي موجوده بشخصيتنا. احمل شعارك بالتغيير وين ما كنت، يعني اعلن عزمك على فعل شيء او تركه، وهون بتكون القوة الدافعة والمحركة. واقرأ تجارب غيرك يلي قرروا ونجحوا. بهي الطرق ممكن أنك تنتفع بمعرفة الطرق يلي استخدموها للوصول إلى التغيير. انظر إلى تجربة واحدة ناجحة مغرية، يعني إذا جربت تغير سلوك أو طبع معين أو كسرت عادة مألوفة ما رح تضلك أسير لإلها، فهذا بيعني أنه عندك القدرة على تغيير سلوك آخر واجتناب عادة أخرى، كما يعني أنه إرادتك قوية وإنك أنت يلي قدران تتحكم بنفسك وبغرائزك وحتى شهواتك، وهون مو هي يلي عم تتحكم فيك. يعتبر الطبع مكتسب، لهيك ابتعد عن أصحاب الطاقة السلبية أو الضعفاء ومسلوبي الإرادة، وعاشر الأقوياء وأصحاب العزائم، وتنقل وخذ منهم بعض الشحنات والقوة والجرأة يلي بيتمتعوا فيها. استبدل عادة سيئة بأخرى حميدة، وحط قائمة بالتغيرات يلي بترغب بإحداثها، والأهم أنك تبلش كل عملية تغيير بالطباع والسلوك بكلمة أنا أريد، وتجنب التفكير بضخامة العوائق والعقبات اللي ممكن تواجهك. اطلع على شو عندك من قدرات وتبديل بعض الاستعدادات الوراثية، فحتى الاستعداد الوراثي مثل ما بيشوف بعض علماء النفس خاضع لقانون التغيير، وهذا الشيء بيتم من خلال تبديل العوامل يلي بتخضع لإلها وتحسينها. ولتغيير طبع موجود عندك لابد من الاعتدال والتوازن، فاتباع قاعدة العدل والوسطية بالأمور كقاعدة حياتية عامة طريق آخر ومهم من طرق تبديل الطبائع ونبذ الفاسد منها. لا تنسى أنك تفتح باب النقد ودائماً تكون مستعد لاستقباله.